تسترجع عن صورة الإحساس لدى الإنسان بمادة الحياة الماء، أقام الفنان جهاد العامري معرض الفني بعنوان الوشم على الماء للتعبير عن رموز تبرز الطهارة والشفافية وكشف الذات العميقة. فكانت المساحات المائية بمثابة مرآة طبيعية تعكس جماليات العمارة وطبيعة الحدائق والزهور. معرض وشم في الماء هو مجموعة تأملات في الفعل الجمالي الأندلسي، حيث أقمت خلال إقامتي في غرناطة في إسبانيا أثارني الفعل الجمالي والفنون العربية هناك، وما تركه العرب هناك من إرث معماري مهم جدا. اشتغلت على الموروث الثقافي في الأندلس من أشعار، حيث أخذت أشعار لأبرز الشعراء الأندلسيين من ضمنهم ابن خفاجة وابن الخطيب، ووظفتها في أعمالي الفنية، وخاصة الأشعار كانت خاصة بالطبيعة والماء والشكل الأنثوي في هذه الأشعار. فنان أخذته العاطفة اتجاه ما شاهده في الأندلس لمحاورة تاريخ جمالي عريق عبر مادة الرسم من خلال حروف وأشكال خاصة الشكل الأنثوي، حيث حضر المعرض جمهور عريض وعدد من الفنانين. اعتمدت على هذا في هذا المعرض على ثلاث عناصر كانت لها أثر مهم جدا في الحضارة العربية في الأندلس، ألا وهي الفن من معمار وعلاقته بالماء، والمرأة حيث كانت المرأة لها قيمة عالية جدا ضمن السياق الاجتماعي الموجود هناك، إضافة إلى الشعر وهي لغة العرب. فحاولت أن أمزج ثلاث عناصر من العناصر المهمة جدا في الموروث الحضاري الأندلسي في هذا المعرض. تعتبر هذه التجربة بالنسبة لجهاد العامري من التجارب الجديدة والمتميزة، لأنه يحاول من خلال هذه الأعمال التي يطرحها أن يقدم تأملاته في المشهد الجمالي والموروث الأندلسي، حيث حاول توظيف هذا الموروث على مسطحات لوحاته. لذلك نشاهد عناصر الزخرفة الإسلامية من خطوط وكلمات وكذلك من نباتات تتناغم على مسطح اللوحة مع الوجوه النسائية التي تتسيد لوحات هذا الفنان. الفنان جهاد العامري صاحب خبرة في تقنيات الجرافيكية، استطاع أن يستثمرها بشكل احترافي في عمله، وبالتالي أنتج معرض مختلف ومغاير كان بمثابة إضافة نوعية للتشكيل الأردني. وأعتقد أن الفنان جهاد العامري سيقدم ما هو أفضل دائما. أثر الحضارة العربية في الأندلس أخذ المساحة الأهم من خلال لوحات العامري الفنية للتعبير عن قوة التفكير الإبداعي في زمن قديم بطريقة جديدة، لسرد مميزات المكان وجمالياته. أيمن الحمود، رؤيا.